وحدهم يغردون خارج السرب السياسي والحكومي، ووحدهم يعزفون على أوتار الطائفية. هكذا وصفت مواقف اتحاد القوى العراقية القضية بتدويل أحداث المقدادية الأخيرة في محافظة ديالى، مواقف قيل إن الغاية منها لا تصب في المصلحة العليا للبلاد، بل إنها أقرب إلى المصالح الحزبية والفئوية الضيقة. كيف لو أن هذا التصعيد يؤسس لمرحلة جديدة تهدد التعايش السلمي بين أبناء المحافظة؟ إجهال علني بقضية التدويل. طبعا احنا نعرف عندما حقيقة نطالب بالتدويل معناه هذا التقسيم، وأنا أتعجب على بعض الأسماء اللي كانت تدعي العروبية والوحدوية وإلى آخره تتجه هذا الاتجاه اللي يدعو للأسف للتدويل، يعني للتقسيم، وهذه أعتقد شعارات مرفوضة من الشارع العراقي. غايات وأهداف سياسية وراء تصعيد اتحاد القوى العراقية حيال أحداث المقدادية، لعل أبرزها تقسيم البلاد على أساس طائفي. هنا يبرز الحديث أيضا أن الهدف من تدويل ما جرى في المقدادية من أحداث أمنية يكمن في إضعاف الحشد الشعبي وتحجيم دورهم في ديالى. هناك هجمة شرسة يعني مبينة ومبغتها على قوات الحشد الشعبي بكافة المناطق التي تحررها من قبل عصابات داعش الإرهابية. هذه الهجمة حقيقة وراءها جهات إقليمية تعمل عليها ليلا ونهارا من أجل إضعاف الحشد الشعبي ومن أجل إخراج الحشد الشعبي من المناطق التي حررتها، وخاصة في مناطق المقدادية وديالى وباقي المناطق الأخرى. ولم تكتفي قيادات اتحاد القوى العراقية بتدويل مطالبهم، بل ذهبوا بعيد ليطالبوا بحماية دولية للمكون السني في محافظة ديالى، متناسين ما يتعرض له التركمان وأبناء المكونات الأخرى من استهدافات أمنية. التصعيد واللعب على حبال الطائفية هي لغة الحوار لدى اتحاد القوى العراقية الذي يسعى إلى تدويل أحداث المقدادية في محاولة لكسب عطف المجتمع الدولي. من بغداد، عمر العامري، بلادي الفضائية.